الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة. باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين، أي ترقرقين.